سادة الحضور، سيشمل أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة على مؤتمر علمي للأسبوع، حيث تم تلقي 131 بحثاً من الجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها في 5 جلسات فنية متخصصة. متحدثنا التالي تقلد العديد من المناصب، وكان آخرها منصب المدير الأكاديمي لقسم هندسة المياه والمدير التنفيذي لكرسي اليونسكو للتغيرات الهيدروجية وإدارة الموارد المائية في جامعة أخن بألمانيا، ونجح في الحصول على العديد من المنح لتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، كما حصد العديد من الجوائز العلمية، كان آخرها جائزة أفضل نموذج من بين 19 دولة أوروبية لاستغلال المياه المالحة والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء، وسوف يتسلم هذه الجائزة في مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر القادم. الآن مع كلمة معالي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. شكرا معالي الوزير سامح شكري على الكلمة وعلى الدعم في مجال المياه والربط بالـ COP27. معالي السادة الوزراء ورؤساء الوفود، السادة السفراء، الحضور الكريم، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يطيب لي أن أعرب عن ترحيبي لحضراتكم خلال استضافة مصر لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، الذي يعد هذا العام حدثاً تحضيرياً هاماً لأنشطة المياه بمؤتمر الأطراف COP27. وقبل أن أبدأ كلمتي، أود أن أنعي اليوم أحد أبناء الوزارة الذين ساهموا في الإعداد لهذا الحدث المميز، الزميل المهندس أحمد حسين الذي وافته المنية بالأمس أثر حادث أليم. لقد كان الزميل أحمد حسين أحد النماذج المميزة في الاجتهاد والتفاني في العمل وحسن الخلق، ندعو الله له بالمغفرة ولأهله وزويه بالصبر والسلمان. وأدعوكم بهذه المناسبة الوقوف دقيقة حداد على روح الزميل المهندس أحمد حسين. تفضل. السادة الضيوف، يتيح أسبوع القاهرة للمياه الفرصة للقاء أشقائنا من مختلف الدول والمنظمات ذات الاهتمام المشترك بقضايا المياه لتوحيد الرؤى والجهود حيال دمج قضايا المياه بملف التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يعكس أهمية ملف المياه والتغيرات المناخية كملف حيوي ومصيري للدولة المصرية وتطلعها الدائم إلى التواصل مع شركائها في هذا الشأن. وتسعى مصر من خلال تنظيم هذا الحدث الهام إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل العلمي والتقني ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار المبتكرة لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه الذي يقترن وجوده بوجود الحياة. وجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يتبنى منذ عامه الأول العديد من الأنشطة في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة، وذلك بهدف خلق الوعي المجتمعي ومشاركة كافة الفئات في الفاعليات بدءاً من طلاب المدارس وصولاً إلى الخبراء والعلماء والسياسيين والتنفيذيين. السيدات والسادة الحضور، لقد حرصت مصر منذ فجر التاريخ على ترسيخ وتعظيم قيمة وأهمية نهر النيل في وجدان المصريين، فقدسوه وتفننوا في إدارته واتخذوا من الإجراءات ما يضمن استدامة عطائه بالكم والكيف بما يعظم الفوائد ويحد من المخاطر. وقد سلك المصريون درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي الاحتياجات المختلفة لكل القطاعات في ظل وضع مائي يضع المواطن المصري ضمن دائرة الفقر المائي. تعتمد مصر بصفة أساسية على نهر النيل الذي ينبع من خارج الأراضي المصرية، مما يحد من إمكانية تنمية مواردها المائية
ولذا فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه التي تمثل نحو 33% من إجمالي الموارد المتجددة، بالإضافة إلى استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لصد باقي العجز، بما يمثل حوالي 56% من مواردنا المائية. وتمثل التغيرات المناخية تحدياً إضافياً نظراً لزيادة الاحتياجات المائية نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، مما قد يتسبب في غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في شمال الدلتا، فضلاً عن تدهور نوعية المياه الجوفية نتيجة لتداخل ماء البحر مع الخزان الجوفي وما يتبعه من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية السواحل المصرية وعلى وجه الخصوص دلتا النيل. ومن هنا جاء اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه 2022، وهو المياه في قلب العمل المناخي، ليعكس تلك التحديات ويطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع ملف تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية على رأس أولويات كافة المنظمات والمؤسسات التي تعمل في مجال تغير المناخ، حيث أن قضية التغيرات المناخية باتت من أهم القضايا التي تواجه الإنسان في العصر الحديث، لما لها من تأثير بالغ على تغيير نمط حياته وكافة خططه المستقبلية. السادات والسادة، إن دول العالم النامي خاصة في أفريقيا وبعض الدول العربية تعاني من الفقر وانخفاض معدلات التنمية ونقص إمدادات مياه الشرب ونقص الكهرباء والطاقة وعدم امتلاك القدرات الفنية القادرة على إنتاج تكنولوجيا حديثة، بالإضافة إلى نقص الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع تلك التحديات، فضلاً عن ضعف التمويل الموجه لقطاع المياه وغياب آليات تدعم التعاون الإقليمي العابر للحدود. ومن هنا ومن قلب القاهرة دعت مصر منظمة الأمم المتحدة للمياه بضرورة أن يتضمن مؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المزمع تنظيمه في نيويورك 2023، وضع تلك التحديات والحلول المقترحة لمواجهاتها ضمن خطة العمل. وفي هذا السياق يسعدني أن أعلن عن وثيقة عمل نداء القاهرة كايرو كول فور أكشن، تهدف إلى تشجيع كافة الدول على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية، وتعتبر نقطة الانطلاق لإعداد مبادرة خاصة بندرة المياه يتم تقديمها لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة. السادة الحضور، إن ندرة المياه تحتم على الدولة المصرية أن تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق متطلبات التنمية لأكثر من 105 مليون مصري يعيشون على الأرض المصرية، ولذلك تنادي القاهرة بضرورة إعداد برنامج محدد يوجه للدول التي تعاني من الندرة المائية لشحذ الجهود الدولية لمساندة تلك الدول في مواجهة الندرة المائية في ظل التحديات الناجمة عن تأثير التغيرات المناخية. وفي هذا الإطار تعهدت الدولة المصرية بالعمل على الحد من التأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، وعليه تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه، حيث يجري العمل على تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع لإعادة الترع لوظيفتها الأساسية، وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية والجودة المناسبة للري وفي التوقيت المناسب للنبات. كما تم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر، والتي تم نهوها بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، لتحويل الأراضي الصحراوية في شمال ووسط سيناء إلى أراضي زراعية خضراء منتجة. كما يجري تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وتهدف مشروعات معالجة المياه إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية،
اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتعد مثالاً لإدارة رشيدة للمياه في مصر، كما تعتبر نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر آلاف من فرص العمل. علاوة على ذلك، تقوم الدولة المصرية بالعديد من الإجراءات لوضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي، سواء من خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه أو من خلال فعاليات المياه المزمع تنظيمها تحت مظلة مؤتمر المناخ القادم COP27، بهدف الخروج بتوصيات للإسراع في إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ووضع الخطط المستقبلية لتقليل الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تقوم مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، تشمل على محور لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال ترشيد الاستخدامات، وتحث على أهمية الاتفاق على السياسات وآليات التعاون في كافة الأنشطة المعنية بالمياه، والربط بين أجندتي المياه والمناخ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. السيدات والسادة، وفي سياق متصل، يعتبر تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود أحد أولويات الدولة المصرية في إدارة مواردها المائية، حيث يحظى التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل بأولوية كبرى. فعلى المستوى الثنائي، تدعم مصر مشروعات التنمية بدول حوض النيل من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني الحوض، كحفر آبار المياه الجوفية وإزالة الحشائش في المجاري المائية وسدود حصاد المياه، فضلاً عن برنامج رفع القدرات البشرية. وعلى الصعيد الإقليمي، تتولى مصر رئاسة مشروعاً إقليمياً هاماً تحت مبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بأفريقيا بريادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يهدف المشروع إلى دعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة. السيدات والسادة الحضور، ختاماً أود أن أؤكد عن سعادتي بوجودي معكم اليوم في هذا الجمع الكريم، وأشكركم جميعاً على المشاركة، وأتمنى أن ينجح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه وبلورة رسالة واضحة وتعهدات ملزمة لكافة الأطراف للعمل التشاركي والتعاون الإقليمي والدولي لتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه. وإني لأتوجه بالشكر لكافة الشركاء والدول لدعم مبادرة المياه المزمع إطلاقها على هامش أعمال مؤتمر المناخ، ويسعدني أن أعلن أن مصر سوف تستضيف مركز المياه والتكيف مع المناخ، وهو المركز الإقليمي من نوعه الأول من نوعه في أفريقيا كأحد المراكز الخاصة بالمبادرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.